لا يمكن تضع من هذه الأشياء. لماذا؟ طريقة السلف لم يضع ما نضع. قال حتى تحفظ معي، قال يحفظ العين رب العالمين. ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما أضع لا إله إلا الله، نجد الآن على خلفيات السيارات صح، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله صح، ما شاء الله تبارك الله. لماذا؟ قال يا حتى العين. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا. حتى على البيوت عندنا في المجالس، أول ما تدخل من عند الباب قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس. طيب هل الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن حتى نضعه في المجالس؟ هل هذه تدفع العين؟ ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره هذا كله، أكره مال القرآن المعلق من القرآن، أما غير القرآن شرك أصغر أو أكبر لا شك في هذا. نعم اقرأ جلد الذئب، أنا ما أسمع جلد الذئب كله، خلي الأسئلة بعدين. نعم قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب من الشرك الرقى والتمائم. لا ماذا قال؟ باب اللي قبل هذا الباب قال باب من الشرك، هنا قال الرقى والتمائم. لماذا؟ لأن الرقية قسمين والتمائم قسمين. الرقية عندنا رقية شرعية ورقية شركية. الرقية الشرعية لابد تتوفر فيها شروط ثلاثة، اختر شرط واحد تنتقل من شرعية إلى شركية، لا تشك في هذا لا تتردد. الأول أن تكون الرقية من الكتاب، يقرأ الفاتحة أو السنة، أعوذ بكلمات الله التامات، أو بأسماء الله وصفاته، يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اكشف ما نزل بي أو بأخي. تمام، هذا الشرط الأول تحقق. الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع، يعني ما يمكن هذا الشيخ أعرفه، الشيخ بن باز رحمه الله فلان، عندما يريد يقرأ الرقية لابد أن يقرأ بصوت مرتفع، لو يكون من أو نقول عنه ساحر، صوت مرتفع واحد. الثاني أن تكون الرقية مفهومة، يعني ممكن نقول لا انتبه، نريد نفهم ماذا تقول، أو نقول عنك ساحر تنادي الشياطين. ولا يوجد عندنا رقية باللغة البركونية، باللغة الهندية، باللغة الإنجليزية، رقية باللغة العربية. هذا الشرط الثاني. الثالث أن نعتقد أن الرقية سبب، والذي بيده جلب لما ينفع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. ثلاثة شروط، اختل شرط تنتقل من شرعية إلى شركية. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في الرقى منها شرعية ومنها شركية. والتمائم، التمائم كلها من الشرك، ذكرنا رأس الثورة، عن الذئاب، الحافة، النعم القديمة، إطارات السيارات، غيره، بعض الأشجار، بعض الأشياء تخرج من البحر، أعضاء الحيوانات، النسور، إلا إذا كانت من القرآن. قلنا يكتب من القرآن قل هو الله أحد كذا. هذه ابن مسعود رضي الله عنه يكره، فنقول الحكم فيها التحريم. من قال؟ الكراء عند السلف تحريم. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولى شرك، واحد، كراهية السلف، اثنين، فتح باب شرع على الناس. هذا يضع أشياء من القرآن، هذا يظن أن التعليق كله جائز فيضع أشياء من غير القرآن، تفتح باب الشرع. الرابع في امتهان للقرآن، وأن شبهنا القرآن بالتمائم، امتهان للقرآن كيف؟ يدخل بها للحمام، أو إذا كانت على الصغير قد يصيب شيء من بول الغراب. وأنت تعرف على السيارات الآن من يتكع السيارة، من يطأها أحيانا. طيب قال، قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. التبرك طلب البركة. تبرك ينقسم إلى قسمين، مشروع ممنوع. كيف نعرف المشروع من الممنوع؟ سهل جدا، المشروع إما يثبت فيه شيء حسا أو شرعا أصبح مشروع، وإلا ممنوع. الممنوع شرك أصغر وقد يصل أكبر، إذا التبرك الممنوع شرك أصغر وقد يصل أكبر. مثال التبرك المشروع، هذا الأخ يقول أنا أقرأ القرآن يوميا وأحفظ
وأتدبر أنظر في معاني الآيات لماذا؟ قال القرآن بركة، قراءة بركة، قراءة القرآن بركة، والتدبر بركة، والعمل بركة، والتداوي بركة، قرآن مبارك. نقول هذا تبرك مشروع. وهذا الأخ أنا أصلي في المسجد النبوي وأكثر من الصلاة في المسجد الحرم، لماذا؟ قال الصلاة في هذا المكان مبارك. هذا تبرك أمر شرعي، تبرك محسوس. يقول الشيخ كتب هذا المؤلف رحمه الله والله مبارك، وضع الله في علمه البركة، صحيح؟ كتب شيخ الإسلام فيها بركة. طيب إذا لم يثبت فيه الشيء حسا ولا شرعا ينتقل من المشروع إلى ممنوع. بعض الناس يتمسح بالشيخ قال بركاتك يا سيدنا الشيخ، تبرك ممنوع، مش بركات، زارتنا البركة. خطأ، خطأ، زارتنا البركة ترى، مفهوم؟ أي نعم. بعض الناس يتبرك بالحجر الأسود، حجر أسود لا يضر ولا أنفع. وبعض الناس ترى الآن في مكة يأخذ الشماغة والملابس يمسحها في الكعب، حجر، حجار لا تضر. والله نقبل الحجر، نعتقد أنه حجر لا يضر ولا أنفع. قبل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، في عاقل يقبل أحجار؟ لا، تعبدا لله. نطوف حول الكعبة نعتقد أن هذه عبادة بالطواف، أما الحجارة لا نلقي لها بالا. أما نتمسح بالأحجار، أحد لا يغني عن أحد شيئا، ولو كان يغني عن أحد شيئا لأغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. مات الصحابة عند أحد، شج النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد. إذن هذا تبرك مشروع، تبرك ممنوع. تنبه لهذه المسألة. كثير عندنا من يتمسح بالأشخاص، يتمسح بالأماكن، يتمسح بكذا. بعض الخواتم عندنا، صحيح، بعض الأماكن قال هذا ثوبي ثوب مبارك، دخلت على الأمير أنا بهذا الثوب، هذا قلمي قلم مبارك، لا أراجع في الاختبارات وأكتب كل الاختبارات. لا، تبرك إما بأمر شرعي أو حسي، لم يثبت فيه شيء شرعا ولا حسا ينتقل من المشروع إلى ممنوع. أفرأيتم، يعني اخبروني ما هذه الأصنام والآلة التي تعبدونها تزعمون أن لها بركات؟ اللات، العزة، منات الثالثة الأخرى متأخرة، حقيرة ذميمة. مر الصحابة رضي الله عليهم وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ذات تعليق. أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن البركة تطلب من من؟ من العلماء؟ من الأحجار؟ من الأشجار؟ لا، باب من الشرك الأصغر، يعني معنى الباب من الشرك الأصغر التبرك الممنوع، وقد يصل للأكبر. عندنا تبرك مشروع، نعم، إما بأمر شرعي أو حسي، وإلا ممنوع. نعم. قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح لغير الله، عندنا ذبح لله، ذبح لله يوجد، هذه أضاحي عقيقة صدقة. عندنا ذبح لغير الله محبة وتعظيمة، شرك أكبر، يذبح لأصحاب القبور، يذبح للجن، يذبح لأنه مر السلطان، خرج الناس بالذبائح وقت هذا، والله ما أدري، لا في العراق عندما جاء هذا الصدر الأب الهالك نسعاف السلام، عندما مر في الطريق الناس خرجوا بالذبائح يذبحوا، شرك أكبر. وعندنا من يذبح على سقف المنزل، أول ما يصب السقف قال لازم تذبح فوق السقف، والدم تخليه على الدرج، وبعدين تضع البلاط السيراميك، صحيح؟ موجود. تريد تذبح شكرا لله هناك، اذبح وزع، ليس له علاقة هنا. العروس أول ما تضع أول رجل عند بعضها يذبح في وجهها، شرك أكبر. الصورة، الحكم على الأشخاص ليس لي ولا لكم، نريد نحكم على الفعل، حكم على فعل هذا، على الفاعل كبار العلماء المحاكم الشرعية. باب يريد هنا أن يبين لك أن من الشرك الأكبر أن تذبح لغير الله محبة وتعظيم. نعم. قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
لماذا؟ قال لأن هذا الآن عندما يأتي إلى هذا المكان الذي يعبد فيه غير الله، أولا فيه تكثير لسواد أهل الباطل، ولا يبقون موطئا يغيظ الكفار. اتق الله، اتق الله، كيف تكثر سواد أهل الباطل؟ يعني ما بقي الآن عندك إنسان تأخذ منه العلم إلا أهل البدع؟ ما بقي في أهل السنة خير؟ ما بقي تطلب النحو أو الأصول أو المصطلح إلا عند أهل الباطل؟ تكثر سواد أهل الباطل. أولا أنا أتكلم عن الواقع، الواقع عندنا هنا أن بعض أهل السنة يكثر سواد أهل الباطل. إيش تدرس؟ قال أدرس نحو مصطلح إمام، وهنا ما عندنا إمام. يقرأ كتب أهل الباطل، ليش؟ قال لأن هذا أدرى. طيب شيخ الإسلام ما هو أدرى؟ تكفير سواد أهل الباطل، اغترار الناس بهذا الفعل، هذا يراك تحضر يحضر، هذا مشكلة. ثم الكفار أهل الباطل يقوى على هذا الفعل، وبعد هذا ما تستطيع تحال. في الأول يدرس نحو ويدس لك السم في العسل، وفي الآخر الأمر انتهى الأمر. وهناك رأس من رؤوس الخوارج السبب أنك اعتزوج أولا وقال لعلها ترجع إلى السنة، فرجع نسرعة في السلامة إلى الباطل. احذر يا أخي، لا تقرب هؤلاء أبد إلا أنت تؤثر ولا تتأثر. هذا اللي أقول لك هنا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد ضرار، مسجد ضرار. لماذا بني؟ لأسباب أربعة: كفر وإرصاد وتفريق ومحارب، لا تقم فيه أبدا. لماذا؟ تكثير سواد أهل الباطل، كفر وإرصاد وتفريق ومحاربة. كل مسجد أسس على الباطل لا نقوم فيه. طيب يأتيك بعد قال نستطيع، كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يحول مسجد ضرار إلى مسجد أسس على التقوى، يطرد من فيه من المنافقين، وعين رجل من الصحابة كمعاذ رضي الله عنه يصلي. قال لا، عندنا قاعدة عند الفقهاء، اتلاف المال حرام او حلال؟ اتلاف هذا لو طلع الان دنانير وحرقها حرام، حرام. لكن اذا كان لمصلحه راجحه يصح ان يتلف المال. امر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وحرقه. اتلاف للمال نعم، ما هي المصلحه؟ حتى لا احد يتذكر الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل، نذر رجلا ان ينحر ابلا ببوانه، اسم مكان، قال هل كان، كان يعني انتهى، لأنه هذا الآن لو يأتي لهذا المكان وكان فيه عيد في القديم، معنى هذا أنه يبعث لنا الأمور الشركية، وهناك في هذه الأيام من يبعث الأمور الشركية مضت انتهت. قال أين المكان الذي كان يعبد فيه كفار مكة اللات العزة ومنى؟ قال أعرف المكان. إذن معنى هذا لو اجتمعنا في هذا المكان نبعث الأمور البدعية والشرك. هل كان فيها وثن؟ قالوا لا. هل كان فيها عيد من عدم؟ قال أوفي بنذرك. يعني لو قال نعم قال لا. وانت تعرف أنه بعض الناس في هذه الأيام يبعث الأمور الشركية لانتهت، وقال كنا نصنع في الماضي، ليتنا نعيد تراث الأجداد والآباء، أعوذ بالله. عادات ما تخالف الشرع لا أشكال فيها، عادات تخالف الشرع لا يمكن أن تعيد هذه الأشياء التي مضت وانتهت، فما بالك لو كانت قائمة. فنحذر أخواننا من هذا. نعم. قال باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك الأكبر نذر لغير الله. نعم. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. النذر لغير الله هو في اللفظ كالحلف بغير الله، لكن الحلف بغير الله منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر.
حلف بغير الله الأصل فيه أصغر، لقد كذا أصل إلى الأكبر. قالوا لهم سرق السمك وأكلها، وقال لهم اتق الله تسرق السمك، قال والله ما سرقت ولا أكلت، حلف بالله. قال احلف بالتيجان، قال لا ما أستطيع. إذن هذا يعظم التيجان أكثر من تعظيم الله، شرك أكبر هذا الحلف بغير الله، النذر لغير الله شرك أكبر. نعم. بعد هذا قال باب، قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة مثل الدعاء. الدعاء عندنا دعاء عبادة، أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر، صلى صام حج لغير الله شرك أكبر. الثاني دعاء مسألة، دعاء طلب. أنا أقول لهذا الأخ أعطني كاسة ماء، طلب. إذا كان هذا الطلب لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. تأتي المرأة لقبر وتقول تطلب منه الولد انزل غيث، شرك أكبر. أما الطلب فيما يقدر عليه، أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه، يصح بشروط أربع: حي وحاضر وقادر، أعتقد أنه سبب. حي خرج به الميت، حاضر خرج به غائب، وفي الكويت ينادي الولد في الهند في أفريقيا، قادر يطلب من عاجز. إنسان مشلول أقول له أعطني كاسة ماء، ما يمكن. الرابع أن أعتقد أن هذا السبب لا يضر ولا ينفع. مثل الدعاء الاستعانة، أقول للشيخ أعني في حمل هذا الطالب، يصح بالشروط الأربع: حي وحاضر وقادر والسلام. استعانة، استعاذة، استغاثة. غرق في البحر ينادي هذا على الشاطئ، يقول يا فلان أغثني، يتصل على الدفاع المدني حصل حريق، يصح، يصح بالشروط الأربعة. شفاعة، جاء رجل الشيخ قال الله يرضى عنك تكتب لي شفاعة أقبل في الجامعة، يصح، قال يصح بالشروط الأربعة. اختل شرط ينتقل الحكم من الجواز إلى الشرك الأكبر. نعم. قال باب، قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، يستغيث يقول أو يدعو غيره. هذا معناه أن الدعاء الاستعانة، استعاذة، استغاثة، شفاعة مثل باب الدعاء. انتهى الآن والله أعلم من القسم الثاني، تفسير التوحيد. فسر التوحيد بضده، فسر التوحيد بماذا؟ بأنواع الشرك الأكبر في تفسير التوحيد، ولبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، صح؟ والشرك في ماذا؟ في الرقية وفي التمام. وبعدين ذكر لك الشرك في التبرك، والشرك في الاستعانة واستعاذة واستغاثة وشفاعة ودعاء، والشرك في الذبح والنذل لغير الله، وقال احذر من الشركيات هذه. تمام؟ فسر لك التوحيد بضده في الشرك. نعم. الآن دخل في القسم الثالث، صحيح؟ إذا اخطأت علمني. الآن دخل في القسم الثالث، ما هو؟ أراد أن يبين أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة ولا أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذن الله، ولا يستطيع أحد أن يملك هداية التوفيق إلا الله. إذن لماذا نعبد غير الله؟ لماذا يعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام جمع الناس وقال لا أغني عنكم من الله شيئا، فإذا صرح هو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، قد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وآمن المرء لا يشك المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع فيه خواص الناس اليوم، تبين له غربة الدين وترك التوحيد، يعبد غير الله. والله عبد من دون الله حتى الكلاب، سقطت طائرة في الحرب العالمية في منطقة من المناطق، كافر سقاية الطائرة، وجع هذا القبر إلى يومنا هذا يعبد من دون الله. هل تستطيع أن تعبد جيفة؟ جيفة نتنة تترك عبادة الله سبحانه وتعالى. في القديم
كان يعبد من دون الله صالحين وأحجار وأشجار لا تعصي الله، هذا في القديم. الآن يعبد من دون الله من هو من الفسقة الملاحدة كفار، يعبد من دون الله ولا أحد يتكلم ولا أحد ينكر. والله لو سبت الكويت أو سب فلان من الناس، والدك مثلا أو القبيلة والعشيرة، أقمت لها الدنيا وما قعدتها. أما يسب رب العالمين، يشرك بالله، نعم هناك من يستعصي الدين الإسلامي ولا تتكلم. انتبه، تكون وسط، إنكار وسط، يعني ليس معنى هذا تقتل، تسب، تشتم، أو تقر تسكت، لا، وسط. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد، إذا غير من باب أولى. فبين في هذه الأبواب بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. شج النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لا يغني عن نفسه شيء، أيضا لا يغني عن، لا يستطيع أن يغني عن غيره، من باب أولى. الملائكة عليهم السلام أقرب الناس إلى الله، يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف. بطلت عبادة الملائكة عليهم السلام غير من باب أولى. الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة يوم القيامة حتى يأتي الإذن من الله، قل لله الشفاعة جميعا. إذا بطلت عبادة ما سوى الله، نطلب الشفاعة من غير الله. إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق الدخول إلى الدين.